السيد رئيس جماعة الصويرة، السيد رئيس جامعة عبد الملك السعدي، السيد رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، السيد رئيس مركز الأبحاث والدراسات في القانون العبري بالماضي ببيت الذاكرة بالصويرة، Monsieur le professeur Eric Dugas, Université de Bordeaux. السيدات الفضيات السادة الأفاضل الحضور الكرام، كل بصفته وهيئته ورتبته. هذه المناسبة وفي ظل توجيهاتكم السامية أعلنت مدينة تطوان. هذه ملتقى تاريخية وتاريخ تطوان تاريخ الصويرة جميعا وفي المصلحة ديال الجميع. بحال اللي قلت هذه رسالة قوية اليوم تطوان والصويرة جميعا كيصيفطوا للمغرب كله. فيما يخص هذا اللقاء كيف ما قال السيد مستشار صاحب الجلالة، هذا لقاء متميز لأنه كيربط ما بين مدينة الصويرة ومدينة تطوان. هما بجوج ديال المدن اللي عندهم واحد التاريخ غني جدا ثقافيا علميا وجغرافيا، وبالتالي إلى وضعنا هاد المدن بجوجهم باش يخدموا جميع من أجل إبراز التراث المغربي اللي متوفر فيهم بجوج فجوج المدن، غادي نبينوا أكثر القوة ديال المملكة المغربية تاريخيا وثقافيا للعالم كله. هذا هو الهدف من هذا اللقاء هذا. والدور ديال الجامعة كيف ما كتعرفوا هو أولا تدريس للطالبات والطلبة، تلقين المعالم التاريخية، والقيام بحوث في هذا الميدان هذا باش يمكننا نرفعوا أكثر الراية المغربية كيف ما قال الأستاذ أندريا زولاي في المداخلة ديالو، باش نرفعوا أكثر الراية ديال المغرب ديال المملكة المغربية.